السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد مخصصة لنقاش آفاق التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي على ضوء الزيارة التي تؤديها بعثة من البنك برئاسة نائب رئيس البنك لغرب ووسط إفريقيا أوسمان دياجانا. تدوم الزيارة عدة أيام وتلتقي البعثة خلالها العديد من المسؤولين الموريتانيين. نناقش هذا الموضوع مع المدير العام للتقييم والمتابعة والإصلاحات بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية شيخنا الشيخ أحمد بدات. أهلا بكم سيد المدير، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا جزيلا. أنا شاكر التلفزيون مرابطون على الاهتمام بالشأن العام والزيارة الخاصة اللي قاموا بها مسؤولين البنك الدولي الموريتاني. طبعا بداية لو بدأنا بأهداف هذه الزيارة وأكثر ما ميزه خصوصا وفد رفيع من البنك الدولي. طبعا هو وفد رفيع يتكون من تقريبا 40 شخص. نعم. من ضمنه اثنين من رؤساء رئيس البنك الدولي وتقريبا بعض المدراء مصحبين بمعاونيهم، وهذا ينم عن اهتمام البنك الدولي الموريتاني والمصداقيه اللي اكتسبتها موريتانيا خلال الفترة الأخيرة اتجاه المولين الدوليين وخاصة في البنك الدولي. وهذا اجتمعوا تقريبا بكافة المسؤولين، أعضاء الحكومة كاملين جبرهم وبعض القطاعات الأخرى، ويطلعوا على مدى تعاون البنك الدولي مع 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 موريتانيا ووضعية المشاريع اللي قام بها البنك الدولي مولها، وأيضا بالآفاق التعاون بين البنك الدولي وموريتانيا. نعم، في ظل هذا طبعا انه كما اشرتم موضوع الآفاق وحتى موضوع متابعة البنك لهذه التمويلات التي تصرف لموريتانيا، ما الانتظارات الآن عند موريتانيا خصوصا انه هناك دعم مؤخرا موجه للميزانية مقدمة للبنك الدولي؟ طبعا في دعم موجه للميزانية، وفي آفاق، في الحكومة عندها خطة تنموية المدى المتوسط المدى الطويل. نعم. وتعبئ لها الموارد الضروريه لهي المشاريع الكامله، وبما ان المشاريع اللي فات مولها البنك الدولي الموريتاني تنفيذها كان 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 نظر الحكومه الموريتانيه ونظر البنك الدولي مرضي. نعم. لانها الابواب مفتوحه الان للاستفاده من موارد البنك الدولي بمشاريع المستقبلية. نعم، طبعا هذه طبعا هناك بعض المشاريع كما اشرتم مولها البنك الدولي، ولكن فيما يتعلق بمستوى الملاحظات ومستوى متابعة هذه المشاريع وتأثير ذاك على ما اشرتم اليه ببناء الثقة. الثقة مبنية على مدى تنفيذ المشاريع. نعم. بما ان المشاريع الكثير منها كان في حسن ظن حسب نظرة البنك الدولي تنفيذها كان مرضي حسب المساطير. نعم. حسب الاتفاقيات والمساطير اللي واضحة البنك الدولي لتنفيذ مشاريعه، وحسب رضاه على المشاريع السابقة، والآن مستعد. نعم. لضخ أموال جديدة وعون جديد. نعم، ولكن الزيارة أيضا يمكن أن تفهم في سياق آخر أن البنك الدولي يريد متابعة أكثر ويريد اطلاع بشكل ميداني من خلال وفود، وبالضرورة كانت تأتيه تقارير صادرة عن الحكومة. طبعا هم في تقارير، في تقييم سنوي لكافه المشاريع. نعم. محفظه البنك الدولي، محفظه البنك الدولي الان في موريتانيا تزيد على 800 مليون دولار. هناك متابعه من البعثه الدوليه، بعثه البنك الدولي الموجوده في موريتانيا، هم البعثات التي تاتي دوريا للاطلاع على مدى تنفيذ المشاريع. نعم، عاده ما هي الاهداف التي ترسمها هذه البعثات؟ مثلا اذا ما تجاوزنا موضوع متابعه والوقوف على هذه المشاريع. طبعا هي هذه الاهداف، كل مشروع المشاريع بصفه عامه عنده اهداف تنمويه في الاتفاقيات، وهذه الاهداف محدده على مستوى المصادر البشريه، على مستوى قطاعات الحكومه بصفه عامه، المياه والصرف الصحي والصحه، كلها عندها اهداف تتعلق باهداف قطاعيه. وعلى هذا الاساس تقوم
تقييمات دوليه مطلوبه. طبعا موضوع التعليم كان حاضر بقوه على مستوى النقاشات التي جرت سواء مع اعضاء الحكومه او مع القطاعات المساهمه في هذا المجال الحيوي، وكان هناك اهتمام كبير به. مسر في موضوع التعليم، وخصوصا ان البنك الدولي لديه اشتراطات في هذا الجانب. الاهتمام هو ان الدوله الموريتانيه في الفتره الاخيره وضعت خطه استراتيجيه للرفع بمستوى التعليم الموريتاني، وهي الخطه عرضت لكافه الشركاء في التنميه وخاصه البنك الدولي، والبنك الدولي مستعد يدعم هذه الخطه وشاركوا، وقاع الفرصه كانت انهم شاركوا في الاجتماع اللي انعقد لدول الساحل حول التعليم نعم. اللي افتتحه رئيس الجمهوريه الشيخ الغزواني نعم. وحضروه المسؤولين وشادوا باهتمام موريتاني بالتعليم، ومستعدين يواكبونا في الفتره المستقبليه لاصلاح التعليم والرفع به الى ولكن كيف تتعامل موريتانيا مع موضوع التعليم؟ لأنه موضوع التعليم موضوع حساس، موضوع متعلق بالهويات، موضوع متعلق بالمجتمع بدرجة كبيرة، والبنك الدولي معروف لديه اشتراطات كما شرط في هذه السياقات، وأنه لديه نظام معين ولديه رؤية معينة. هل يسوق مثل هذه الأفكار، وأنه فعلا لديه ضغط من خلال التمويلات على ما يمكن أن يدرس؟ ما في شروط محددة. هو المقنع ان تكون الدوله الموريتانيه عندها خطه واضحه للتنفيذ ومعايير محدده وعندها خطه واضحه اما وقادره على تنفيذها، اما ما في اشتراطات اخرى تتعلق بهويه معينه طبيعه ما بحسب انه الموارد موجوده نعم. ولكن الدوله الموريتانيه يجب ان تكون عندها خطه واضحه، مجموعه من النظم ومجموعه من المساطير قادرة أنها تقنع بها الممولين وخاصة البنك الدولي بأنها هذه الخطة هي اللي لازمة للرفع من مستوى التعليم الموريتاني. وطبعا الدولة عندها رؤية واضحة، وزارة التعليم عندها رؤية واضحة قدمها الوزير بهذا الشأن، عرضها للممولين، والبنك الدولي مستعد يواكبنا بهذه الخطة اللي هي خطة الدولة الموريتانية وقانعت بها الممولين، لأن يعني ما عندهم شروط أخرى يقدروا يفرضوها عليها، وأنهم يعطونا التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة الشاملة. طيب هناك أيضا جانب آخر يتعلق بالعمال والعمالة بشكل عام في الدولة. دائما البنك الدولي أيضا يوصف أنه لديه اشتراطات في هذا السياق، خصوصا يضغط على الحكومات من خلال تخفيف عدد العمال او زياده نقص الاجور او شيء من هذا. النظره الاقتصاديه في هذا المجال تتطور، هذه نظره نعم. قديمه نعم. الثمانينيات والسبعينات. حاليا ما مستوى التعامل او الاليه التي يتعامل بها البنك الدولي معكم حتى البنك الدولي والصندوق الدولي يطلبوا من الدول الان انها تصرف، لان جائحه كورونا اعطت نظره جديده واعطت معامله جديده حسب المعايير الاقتصاديه. نعم. لأن الطلب للدول انها تصرف، انها لابد منها تصرف على التعليم، ولابد منها تصرف على الصحه، ولابد منها تصرف على كافه المجالات اللي منعشه للاقتصاد. نعم. طبعا سنواصل هذا النقاش، ولكن بعد فاصل قصير سنصل لمحور الافاق المستقبليه لهذا التعاون في اطار هذه النقاشات الدائره الان والتي تجري في اطار مع المسؤولين ومع المشاركين في مختلف القطاعات. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذا النقاش في برنامج المشهد، ابقوا معنا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحياً إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته.
غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات. عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد نخصصها لنقاش آفاق التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي مع المدير العام للتقييم والمتابعة والإصلاحات بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية شيخنا الشيخ مد بالذات. أهلا بكم سيد المدير. طبعا الآن بعد هذه اللقاءات ما هي المكاسب التي يمكن أن تحققها الحكومة من خلال هذه الزيارة؟ هذه الزيارة ستستفيد الحكومة في كافة القطاعات وخاصة قطاع التعليم مستعدين وقطاع والتنمية البشرية بصفة عامة لأن فيه نائب الرئيس المكلف بالتنمية البشرية دول العالم في هذه القطاعات جاءت خصيصا لموريتانيا لهذه الزيارة مما يعطيها أهمية كبيرة. البنك الدولي مستعد أنه يدعم موريتانيا في كافة المجالات وبصفة خاصة التنمية البشرية بما في ذلك التعليم. نعم طبعا كثير من الدول الآن تنظر لدعم البنك الدولي لأنه نوع من العبودية للدول إذا ما نظرنا بهذا المنطق أنه فعلا هل يمكن أن تنهض دولة. هذا نقاش يجد الكثير من الصدى في أوساط متعددة. هذا نقاش لكن تأويلاته نعم. ليست صائبة بعض الأحيان لأن البنك الدولي منظمات دولية بصفة عامة هو يدعم الدول حسب اهتماماتها وحسب مشاريعها. لا ما في عبودية ولا في شيء في مديونية وتوب في مديونية. هذا إشكال لأنه موضوع المديونية موضوع مؤرخ خصوصا الأجيال القادمة. في مديونية وتوب يعني الدول تتصرف حسب قدرتها على السداد واستدانتها من الخارج يعني تتركز على قدرتها على السداد. وموريتانيا الحمد لله في الوضعية الحالية قاع ما مطروحة لها مشكلة المديونية من اللي مديونيتنا متدنية إلى حد ما مقارنة واستفدنا من ياسر من الإعفاءات وعندنا مدينة الكويت يمكن نتحدث عنها إن أعطانا متنفس جديد. نعم. ويرجع لسياسة الحكومة ويرجع لنضج تفكير الحالي. إذا ما تحدثنا عن موريتانيا الآن تجاوز 6 مليارات أيضا هناك إشكال وكأنه موضوع المديونية أصبح السياسات كاملة تحاول إما تأخير حتى في النقاشات مع المسؤولين والزيارات حتى الرئيس الجمهورية دائما يحاول أنه تركيز على إما تأجيل السداد أو الإعفاء. إذن هذا يدل على أنه هو عاجز. لا في عاجز لأن المديونية معايا عاجز عن السداد. نعم. يحتسب حسب النمو الاقتصادي وحسب مداخل الدولة وهذه هي اللي ارتكز عليها قدر السداد حسب إيرادات الحكومة والمشكلة الموريتانية الآن ليست مطروحة لكن الدول دائما تحاول تستفاد وحاول كانها تخفف مديونيتها غير ما هو بعد ما ينتج عن ذلك أنه عجز منها عنها. الموريتانية ما قط عجزت عنها تسدد دينها في فترة من الفترات وعندها القدرة أنها تسدد مديونيتها على كافة الأصعدة على صعيد الاحتياطي خارجي يعني عندنا احتياط من العملة الصعبة غركاتي يقارب 7 أشهر من الواردات ما قط موريتانيا على حكته وإيرادات الدولة وموارد الدولة الآن موجودة بصفة ما تحكمها عنها تسدد الدين في الآجال المحددة. نعم ولكن أيضا هناك إشكال آخر يتعلق بأنه المديونية مضاعفة في كل مرة هناك قروض وهذا ينعكس على
على واقع على الواقع الناس. هناك قروض يا مولي، هناك سداد، القروض ما هي ثابتة، عندك مشاريع وعندك احتياجات الدولة، تقطب مشاريع تنموية كبيرة مثل الطرق مثل الكهرباء، نعم. الدولة تستدان ياك ياك تمولها، يا غير مولي بموازاة مع الاقتراض فما مولي سداد، فما مشاريع أخرى استدانت لها الدولة فترة ماضية ولحقت أتت أكلها، ولحقت الفترة اللي الدولة سنتات تسدد حتى نوصلوا للقروض الجديدة اللي لدينا سنتو تسديدها في 10 سنوات 20 سنة. هم اللي الاقتراض الدرجاتي اللي تعادل الدولة، واقتراض ما هو شروط ميسرة، ما هو اقتراض بأسعار السوق من اللي عند مثلا قادرة الدولة فائدة سعر الفائدة متدني، وفترة السداد مالي طويلة، عندك سدد على 20 سنة على 30 سنة، انك الدولة قاعدة تتحمل هذا السداد. لا سيما الاقتراض التمويل للتمويل المشاريع التنموية الضرورية. نعم، هذه المشاريع التنموية خصوصا عندما نتحدث عن التعليم، ليس الأولى انه يتم التركيز عليه، لأنه الرهان على الممولين دائما هو رهان، سيبقى رهان خاسر في النهاية، لأنه إما أن تسدد وإما أن تكون هناك مفاوضات من نوع آخر. لا، ما في رهان خاسر، لأنك أنت تقترض وعندك عندك عندك فترة تسدد. مثلا ديون الكويت إلى الآن ما زالت تؤرق، وإشكالها ديون الكويت مش انحلت بعد، قاع ما زالت مطروحة، ما انحلت انحلت انت بعد ذا كامل يعني خلال فترة مدة. لا، ما هو نظرا لأن الدولة ما عاجزة عن تسدد، لكن سوء تفاهم بين الحسابات بين أطراف محاسبية، ولا يرجع عن عجز الدولة وعدم استعدادها للتسديد، ما كان هو المطروح. نعم، هو كان سوء تفاهم بين أطراف، والحمد لله انحلت المشكلة الآن. نعم، فيما يتعلق بالخطط التي أشرتم إليها والمشاريع التي من المتوقع أن يمولها البنك الدولي، ما طبيعتها وما الميزة التي يمكن أن تضيفها فيما يتعلق بالجانب التنموي؟ عندك جميع المشاريع المتعلقة بالمصادر البشرية بما فيها التعليم، اللي يعتبر أولوية الآن، من أولوية التنمية البشرية والمصادر البشرية. المصادر البشرية، التنمية البشرية من أولويات رئيس الدولة. نعم، أعطاها حيز كبير من الاهتمام، وفي خطة للنهوض بهذا القطاع، وفيه القطاعات الأخرى، قطاعات الطرق وقطاعات الكهرباء، البنية التحتية بصفة عامة، والصحة. نعم، شكرا جزيلا لكم المدير العام للتقييم والمتابعة والإصلاحات بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية شيخنا الشيخ أحمد بداد. شكرا موصولكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من المشهد، إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.